تغطية الكرة للمنتخب التونسي، وحاولت بناء هجوم جديد عبر الجهة اليسرى. نعيم سليتي، نعيم سليتي يدخل لاكس فرجيني سيسي، لمسة ممتازة محمد دراجر، التوزيعة والارتماء الرأسية والهدف. الهدف الأول للمنتخب التونسي، عملية نموذجية ممتازة جدا. وعلي العابدي قلت معناها يستحق معناها التألق مع المنتخب الوطني التونسي بلمسة مرت على عديد اللاعبين والتحكم في الكرة، وعملية ممتازة جدا اختتمت بهدف ممتاز المنتخب التونسي. سليتي فرجاني ساسي، التوزيعة مباشرة لعلي العابدي، لا يكتفي بالدور الدفاعي، والتوزيعة ممتازة جدا من الجهة اليمنى، وعلي العابدي الافو الارتماء الرأسية، هدف مقابل صفر لمنتخبنا. كان لاحظت على عكس العمليات الهجومية الأخرى، المنتخب التونسي في العملية هذه تقريب تداول وتنقل للناحية الوضعية الهجومية بلمسة وحيدة، تداول بالكرة سريع.